بكم يا أصدقائي الأطفال، أنا قطار المعرفة. سنذهب اليوم معا في رحلة رائعة وممتعة ومفيدة. خلال هذه الرحلة يا أصدقائي سوف تساعدونني لكي أصل إلى أصدقائي بسهولة وأتجاوز العقبات التي تصادفنا بالطريق، وأيضا سوف تساعدونني على معرفة الأشياء التي يريد أصدقائي مني حملها في عرباتي الجميلة. هيا بنا يا أصدقائي. انظروا يا أصدقائي، لا يمكننا إكمال الرحلة، لقد أصبح الطريق مسدودا. كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذه المشكلة؟ فكروا معي يا أصدقائي. صديقي الفيل يمكنه أن يساعدنا. شكرا لك يا صديقي الفيل. بك يا صديقي، ماذا لديك اليوم؟ هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ أسد. نعم أسد، أحسنتم. تعرفون أول حرف في كلمة أسد؟ نعم، أول حرف في كلمة أسد هو حرف الألف. انظروا يا أصدقائي، هذا الغصن يسد الطريق، لا يمكننا إكمال الرحلة. كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذه المشكلة؟ فكروا معي يا أصدقائي. صديقي العصفور يمكنه أن يساعدنا. شكرا لك يا صديقي العصفور. مرحبا بك يا صديقتي، ماذا لديك اليوم؟ هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ سيارة. نعم سيارة، أحسنتم. تعرفون ما لون هذه السيارة يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم.
أحسنتم، لون هذه السيارة أزرق. أحسنتم. وداعا يا صديقتي. انظروا يا أصدقائي، لا يمكننا إكمال الرحلة، لقد أصبح الطريق مسدودا. كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذه المشكلة؟ فكروا معي يا أصدقائي. صديقتي الشاحنة، يمكنها أن تساعدنا. شكرا لك يا صديقتي. مرحبا بك يا صديقتي، ماذا لديك اليوم؟ هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ برتقال. نعم برتقال. أحسنتم. هل تعرفون ما هذا الشكل يا أصدقائي؟ أحسنتم. دائرة. نعم دائرة. وداعا يا صديقتي. أصدقائي، هذه السيارة معطلة، كيف يمكننا إصلاحها؟ فكروا معي يا أصدقائي. صديقي الميكانيكي يمكنه أن يساعدنا. شكرا لك يا صديقي. وداعا يا صديقي. مرحبا بك يا صديقي، ماذا لديك اليوم؟ هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ تفاح. نعم تفاح. أحسنتم. هل تعرفون أول حرف في كلمة تفاح؟ نعم أول حرف في كلمة تفاح هو حرف التاء. وداعا يا صديقي. انظروا يا أصدقائي، هذا الباب مغلق، كيف يمكننا أن نتخلص من هذه المشكلة؟ فكروا معي يا أصدقائي.
باستخدام المفتاح نستطيع أن نفتح الباب. أحسنتم. مرحبا يا صديقتي، ماذا لديك اليوم؟ هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ مربع، نعم مربع. أحسنتم. هل تعرفون ما لون هذا المربع؟ أحسنتم، أحمر، لونه أحمر. وداعاً يا صديقتي. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا وضعنا في البيضة الحمراء؟ تفاح، نعم تفاح. أحسنتم. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا وضعنا في البيضة الزرقاء؟ برتقال، نعم برتقال. أحسنتم. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا وضعنا في البيضة الصفراء؟ مربع، نعم مربع. أحسنتم. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا وضعنا في البيضة الوردية؟ أسد، نعم أسد. أحسنتم. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا وضعنا في البيضة الخضراء؟ سيارة، نعم سيارة. أحسنتم. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا.
شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.